الدكتور قال لك الدكتور لا انت ما تدخلش. قلت لهم علاش ما ندخلش وانا دوب الفراكشي ومواطن، انا يعني مواطن مغربي ماشي. ما بغيت حتى حاجه غير وقفوا معايا غير نداوي غير ايديا اللي هي باش كنعيش باش كنجيب القوت اليومي ديالي. انا بحال كيف قلت انا طالب معاش وكنعيش نهار بنهارو. ودير القبص وكتنعس في الطوموبيله مهرسه وعريانه وكيجيو لي السكريه بالليل وتخيل التليفون كنضطر انني التليفون كنخشيه وسط الهرسه. متابعي قناة تشوق تي في، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. اليوم كاينين في موريسكو الدار البيضاء مستشفى موريسكو، حنا مع واحد الحالة إنسانية اللي كتقطع في القلب، عنده مشكل اللي غنكتشفوه كاملين، وكنتمنى إن شاء الله أنه يكون شي تدخل من الأطباء أيضا المحسنين مسؤولين أنهم يشوفوا من الحالة ديال هذا السيد لأنه فعلا وصلت به العظم. نعرفوا القصة ديالو كاملين. خويا مرحبا بك. السلام عليكم. أنا أول حاجة كنشكر الجريدة تشواقع اللي كدوب الصوت ديال الشعب، والحمد لله اللي لقيته من بعد الله وفضله لقيته هي اللي جات تسمى صوتي لشي محسنين إن شاء الله يوقعوا معايا يوقفوا معايا. أنا عاود لك ليستوار أستاذ باختصار. أنا وقعت لي كريساج نهار عشرة في هذا الشهر هذا تقريبا مع 3:30 2 ديال الليل. كنت متوجه علاش أنا أصلا كنسكن غير في الشارع، كنت غادي عند واحد الصديق بحال محسن قال لي جيت بات عندي ديك الليلة كاين البرد. توقعت لي حالة كريساج، خرجوا لي شي 5 ديال الناس فكريساوني، داو لي التليفون داو لي بورتابل داو لي داك الشيء اللي كنملك. العوض على الله ماشي مشكل، رسوني جرسات هنايا دوبل فراكشير في هاد اليدات. المشكل هي ديال الصحة. هي ديال الصحة يعني دوبل فراكشير. دابا تقريبا من نهار 10 جيت درت السكانير درت الراديو درت التحليلة ديال الدم، مشيت 20 غش قالوا لي عندك ضربات في مستوى الأنف ديالك، عندك كدمات في الراس، عندك ضربات في العين ديالك في لاكوش، عندك دوبل فراكشير. جيت هنايا كشاو لي مشيت للسبيطار ديال الحسني. ملي مشيت للسبيطار ديال الحسني كشاو لي ارجونس على أساس مشي نعس في عين الشوق سبيطار السقار. دخلت سبيطار السقاط نهار الاول قالوا لي خاص ضروري يجي معك شي واحد. قلت لهم انا ما عندي حتى شي واحد. قال لك ضروري يجي معك شي واحد راك انت عارف اش كاين. طلبت علاش زعما عارف شنو كاين؟ زعما عارف شي كاين زعما باش تكون داخل اللي غيعطي اللي غيمد من الاول. حنا علاش كنعرفوا قطاع الصحه عندنا راه الا من رحم ربي كاينين شي ناس اللي كيديروا العمل ديالهم بكل تفاني وانسانيه، اما ما تبقى يعني خاصك من الاول وانت هاك هاك هاك. هذا مستشفى عمومي. هذا مستشفى عمومي يعني مستشفى عمومي ديال سيدنا وديال الدوله يعني اللي خصها تعالجك بالمجان. نعسوني النهار الاول النهار الثاني النهار الثالث ما جاو عندي ما داروا لي تحاليل ما شافوني ما حتى شي حاجه. كان واحد الصديق كينعس في الشومبر اللي جنبي قال لي ما كيجي عندك حتى واحد. هذيك قلت لا من بعد الله، قلت لي ما عندي حتى واحد على قولة الله اكبر. قال لي خرج شرب معايا قهوه. خرجنا شربنا قهوه اونفاس مع لوبيطال جايين داخلين. هو دخل علاش عنده الوالدين ديالو هذا كيجيو عنده. انا كنت فاجئ قال لي لا انت ما تدخلش. قلت لي علاش يا دكتور وانا البارح باش في السبيطار وهذا. قال لي لا ما تدخلش. الدكتور قال لك الا بغيت نقدر ندخل الاسم ديالو لا بلاش واحد. الدكتور قال لك الدكتور لا انت ما تدخلش. قلت لهم علاش ما تدخلش وانا دوب الفراكشي ومواطن انا يعني مواطن مغربي ماشي، وخا ما كنتش مواطن مغربي يعني هذا جانب انساني. قال لك لا خرجت بها بقيت كندور بها. تخيل دابا مدة فوق 15 مع 12 يوم كنعس بها في الزنقة كنعس بها في البرد
ما لا اله الا الله محمد رسول الله. ملي مشيت دابا كاشت لي واحد السيده تعاونت معايا في الحومه، شافت الحاله ديالي كاشت لي ارجون. جيت دابا هنايا السبيطار ديال بن رشد، قلت لهم ها هو عندي الكاش، عندي الوراق، عندي كل شيء، بانني خاصني ندخل هنا ارجون ونشوف من بعد، نشوف المحسنين من بعد. الله الحمد لله، حتى الرسول عليه الصلاه والسلام قال لك لا زال الخير في امتي حتى تقوم الساعه. هذاك الشيء علاش انا عندي ثقه فيكم وثقه في الناس يوقفوا معايا. ملي جيت دابا هنايا استاذ على اساس باش يفرحني يقول لي مرحبا والسبيطار ديال الدوله هو مفتوح لك انت كمواطن، تفاجات قال لي دابا خاصك ترجع عاوتاني عند هذاك الطبيب، وهذاك الطبيب خاصك تسناه هو اللي كاشي لك باش يعاود يصيفطك عندنا هنا. هادشي وقع غير اليوم؟ اللي هو استاذ بالنسبه لهذا المستشفى يعني باش جيتي تدخل وقالوا لك دابا ملي جيت ندخل دابا وقالوا لي عاوتاني، قالوا لي لا خاصك ترجع عاوتاني عند السقاط اللي هو اللي تابع العين الشق. والسقاط اصلا يعني هذاك الطبيب يكون بغى يشدني، راه ثلاث ايام هذيك وشدني كون درت العمليه، وهذا دابا خصني نرجع عاوتاني للسقاط ونطلب عاوتاني ذاك الطبيب، وما غاديش نلقاه انا 100% عارف راسي ما غنلقاه، حيت غنلقاه غيمشي كلينيك بريفي غادي يخدم على راسه، ما غاديش نلقاه يعني غنبقى مشرد تما ونتسنى 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 ونشوف واش غادي يطبع لك ويكاشي لك، ولا كاشا لك عادي يمكن لك تجيني. انا ما طالبش استاذ حتى شي حاجه، ما باغي لا نقول لك باغي دار ولا باغي يشريو لي حوايج ولا يكسيوني ولا، انا ما باغي والو، كنطلب حاجه واحده من بعد الله ومن بعد الصوت، غير شي محسنين يوقفوا معايا وردوا لي اليد ديالي. راه دابا اذا انت خصك عمليه؟ خاصني عمليه، هما عندي الوراق، خاصني عمليه، خاصني لي باك ضروري، الباكيت الحديد هادشي يا دوب الفراكتير، ما تقدر لا تجبر لا والو، يعني كون كانت غير تقدر تجبر نمشي نجبرها ونصبر وماشي مشكل، ولكن الحاله ديالي ايرجو كتستوجب انني ناس في السبيطار. ومن بعد الله ومن بعد صوت الحق اللي كيأذن ولا صوت يعلو على صوت الحق اللي هو الاذان، وان شاء الله من بعدكم ومن بعد الله كنتمنى من المحسنين، ما باغي حتى حاجه غير وقفوا معايا غير نداوي غير ايديا اللي هي باش كنعيش باش كنجيب القوت اليومي ديالي، لان بحال كيف قلتي انا طالب معاش وكنعيش نهار بنهارو، جبت 20 درهم راه كنجيبها نخبيها وناكلها بالليل، جبت 1000 ريال راه كنعيش بها كناكلها ونخلي منها شويه للصباح. ومن بعد الله عز وجل ومن بعدكم هذا هو الطلب ديالي. حتى ما اذا كانوا شي اطباء كيشوفوا هذا الفيديو هذا شنو تقول لهم؟ الا كانوا شي اطباء كيشوفوا هذا الفيديو هذا، راه كيف ما قلت لك كاينين شي اطباء بزاف ديال الاطباء ماديين ماديين وكيشوفوا بمظاهر وشكون جاي معك في جنبك وشكون داخل معك، ولكن الحمد لله كاينين اطباء كفء الا من رحم ربي وكيبغيو يساعدوا وكيبغيو يديروا الخير، وكنتمنى الا شافوني وصلهم صوتي في حالك كنتمنى شي وقفه منهم. اما محتاج حتى شي حاجه الله يرحم لكم الوالدين، محتاج غير صحتي ترجع ليه بالشفاء العاجل. علاش كنحس انا كنحس براسي بانني راه ماشي في المغرب، ملي كنشوف راسي كمواطن مغربي باسم مغربي بمواطن مغربي بهويه مغربيه وكنتلاح في الزنقه من السبيطار للسبيطار، راه كتقول لا حول ولا قوه الا بالله، ولكن الحمد لله عندنا الحمد لله عندنا اليقين في شي اطباء ولاد الناس، وعندنا اليقين فيكم من بعد الله عز وجل، وفي الدوله هذه ان شاء الله حتى واحد ما يدعي له حق. اسمح لي في الظروف هذه واش حسيتي بالحقره؟ ماشي حسيت بالحقره قسما بالله وايات الرحمن، انا دابا عندي فيديو هو نوريك واحد الطونوبيل كنعس فيها بحال السيكانز كامله مهرسه، تخيل انت مهرس ودير القبص وكتنعس في طونوبيله مهرسه وعريانه وكيجيو لها السكريه بالليل، وتخيل التليفون كنضطر انني التليفون كنخشيه وسط الهرسه، كنتحمل الام على الام فهمتيني، وكنعس وكنقول بعدا غير يبقى لي التليفون غير نقدر نتواصل مع شي محسنين مع شي حاجه، قسما بالله بالليل الا كنبقى نبكي نبكي نبكي، بعض المرات كنبغي نقص كنبغي ننتحر، كنقول لا كنقول ماشي حل، الحمد لله داك الشيء ماشي حل وعمره غادي يكون حل، والحل ان شاء الله كنتمنى من شي ناس هاد الحقره وهاد الغبنه اللي كنحس بها من الداخل في قلبي، كنتمنى غير يفرحوني غير بشي عمليه ويوقفوا معايا هاد الشيء اللي طالب. واخا في هاد الظروف هادي وبما انك اكتشفتي قطاع الصحه عن قرب، شناهي الرساله اللي توجهها لقطاع الصحه ديال المغرب؟ واش غادي نقول لك، بين قوسين اكتشفت بان قطاع الصحه ماشي قطاع الصحه، كانك داخل مجزره، داخل مجزره يعني مجزره بحال قلتي شي جزار تقليدي كيذبح عشوائي بالسريه وكذا، هاد الشيء اللي وقع في السبيطار حاله يرتلاها. كاينين شي ناس، انا شفت واحد السيده كانت كتجيب ما بقاوش ما كتشد الرونديفو كتجيب ما على رجليها، بقاوت الرونديفو باقي ما وصلش ليها قسما بالله وايات الرحمن الولاد كتجيبها بكروسه، يعني شي حاجه راه كتحس في النفس وشي حاجه كتالم. انا راه تقدر تدور الكاميرا انت غير هنايا مع سته ولا سبعه الشيا غتلقى بنادم ناعس على الكارطون، ما عنده ما ياكل ما عنده ما يشرب ما عنده ما، كتسنى غير رونديفو كتسنى غاديك ابتسامه ولا شوفها من طبيب هي اللي كيترجى في الله.
بالشفاء العاجل. كنشكركم ونتمنوا من الله وكنتمنوا من المحسنين، وعندي ثقه الحمد لله بانه كما قال الرسول عليه الصلاه والسلام لازال الخير في امتي حتى تقوم الساعه، وانتم ان شاء الله من اهل الخير وان شاء الله كاينين اهل الخير. ومادام حنا في المغرب الحمد لله المغرب كاينين رجال وغيوقفوا معايا رجال ان شاء الله، وعندي الاحساس بما جيت وعندي وما طالب حتى شي حاجه، كنتمنى غير من الناس اللي كانت كتشوفني ان شاء الله يديروا معايا هذه الوقفه هذه ويردوا لي غير صحتي. ميكو الخير ان شاء الله. شكرا. الله يحفظك. متابعي قناة أشواق تي في، كيف ما سمعتوا هذه القصة، القصة المحزنة، القصة اللي ربما كتقطع في القلب، هذه القصة خصنا كاملين نسمعوها ونتمعنوا فيها، ومنها أننا نعرفوا قطاع الصحة عن قرب. مواطن، صرخة مواطن مغربي اللي كيناشد المحسنين، كيناشد الأطباء، كيناشد المسؤولين أنهم يتدخلوا في القريب العاجل لأن حالته مؤسفة جدا جدا. كنتمنى إن شاء الله أنه يكون تدخلات وكنتمنى له الشفاء العاجل، وأنتم إلى اللقاء. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.